مشاهدينا الاعزاء في كل مكان سعفطركم، مرحبا بكم الى عدد جديد من برنامج حنا في رمضان الموسم الرابع على شاشه الشروق العامه وشاشه الشروق الاخباريه. اليوم تاخرنا شويه في الموعد باش نخليكم تتفرجوا المباراه اللي كانت بين المنتخب الجزائري والمنتخب الجنوب الافريقي. نظن حتى الان نتيجه 3-3 ولا 4-3، مانيش عارف. المهم دوك يخبروني الزملاء. في انتظار ذلك 3-3، اوكي. في انتظار ذلك نرحب بشركائي في التقديم في البرنامج، فيصل ميطاوي. فيصل صحاف طورك، مرحبا بك. قدام الاخوة المشاهدين مساء الخير. نبيلة رزايق، نبيلة صحاف طورك. صحاف طورك قدام وفطور كل المشاهدين. مرحبا بفريدة يتقاسي. فريدة صحاف طورك، مرحبا بك. صحاف طور الجميع. ومرحبا بأمينة وسام. أمينة مرحبا بك، صافا شوية اليوم؟ صافا تخي تخي بيان. هيا طرب بيان. صحاف طوركم مشاهدينا الكرام وصحاف طور زملائي الكرام. مرحبا بك ومرحبا بزميلنا وصديقنا جمال نادير. جمال صحاف طورك. صحاف طورك قادة وصحاف طور كل المشاهدين. مرحبا بك ضيفنا هذا المساء، صاحب كاريزما خاصة على الشاشة، افتقدناه لسنتين ثم عاد هذه السنة بعمل متميز، البراني ليحيى مزاحم، شخصية معقدة بين الحلال والحرام. ضيفنا ايضا نجم سينمائي اخر افلامه المفرج عنها العربي بن مهيدي، نجم الشاشه في رمضان 2024 سيد احمد في البراني، الممثل خالد بن عيسى ضيفنا هذا المساء. صح رمضانك خالد. صح فطوركم. صح فطوركم وصح صيامكم. مرحبا بك. يعطيكم الصحه على العرضه. يعطيك الصحه اللي راك معنا هذا المساء باش نحكيو على شخصيه سيد احمد المعقده المركبه. نحكيو ثاني شويه على المسار الفني تاع خالد بن عيسى. فشكرا خالد لانك معنا هذا المساء. يعطيكم الصحة انتم على العرض. يعطيك الصحة. وخالد مشاهدينا الاعزاء كما ولفتوا في بداية البرنامج، صديقنا سكتش يقوم بعملية زابينج لابرز الاعمال في 24 ساعة الماضية على شاشات رمضان. ونعود نرجعوا للبرنامج. مساء الخير عليكم وصافا فطوركم اللي كيفتحنا في رمضان. وانتم ثاني مشاهدينا الكرام عبد البراغي قالوا لي باللي هيفا اللي راح تكون في الاستديو بديت ندعي لكم ما يصير لكم والو. الطفله يطونطريني من نيتها وديجا قلب زيت وحده في 11-11. وما بيت حكينا على حوريه و11-11 راح نبداو بها زابينغ. وين ديجا قبل ما نبداو زابينغ خوتي كنت صار لكم كيما مصطفى يقول لكم يا تاكلوا ذيك الحبه الصفراء يا تقتلوا خوكم، وشنو هي العفسه اللي تخيروها؟ تقدر لها ولا لازمك الحبه الصفراء؟ عرفتو. وبالا المشاكل ونموتو كامل خوتي نبيل. صح قط بصبار واحد سيد دخل الحبس خرج برا قاسيه ويقتلوه الاولى سلكوه الدوزيام بدوبال وحده في القلب وحده في الظهر. ما ديك لقيناه ياكل في ذيك القنينه اللي هربت لمصطفى تاع البراني. صاليني رامي عيط. مالا مرميطه. ولا غلا مفكرني في ميرفي تاع ذا 100. المهم خالتي خلينا تشوم الموت. حبيت ننصح له اي بريزات وفات في الحلقه 14. اسمح لي لؤي. ما درتي والو علاش نسمح لك؟ انا اللي زربت في موت فيبلس جدي باسي من ليميت. صديقي خطيك بطريقه تقليديه روح لها كي مريضه غنيه زوج كلمات منها وهي فرات. وشنو خلينا من هذيك تاع امي دونفونس هذا مكان. ماشي اكزاجيرا شويه هذاك السيد. مزيان سان امي دونفونس. وكاين هذا طفل صغير خوتي والله ما فهمت لا جايبين ولا هنا يميزرو فيه. السيد كان عايش الاز ولا بلفي في البطحه مع مجدة وعمي طاهر. يا مي بسمعت الاسم اللاز. شنو اوريزمون ما دارش بزاف مع اللاز ما يعرف الميزيريه تاع الصح. وبارلو على البطحه يعني قال لك الجزائر كامل راهم يدعوا تكون عندهم وحده كيما رابعه باش يحبسوا الجيكوا تاع الحم في المهيبه. وشنو على جال هاد لاسان كامل حبسوا الدعوي في النص. حنا كنا نستناو في اللاز كونتر بونان قريب شفنا اللاز كونتر رابعه في البطحه. لاز أرواح أرواح نهضر معك أرواح. وش ربيعة؟ روحي روحي الحماني جاي سبقي راني جاي روحي. ولا غير منا ما نفوشيش كيف أنا وشت روحي بالسرفات ما زعما يا خيك عارضني الفطر وأنت قاعد تضارب في البطحة. وكاين حاجة اللي كيف يعني تحلبت روحي باللي أنا صايم مرمى نفحت لي على سندويش كيما تاع بونار مشحم ومعمر ملح. وقيل روح عند هذاك البسيكولوج تاع 11-11. هنا جبنا لك سندويش شحم شحم وشارجي ملح. وبالو على الماكلة يعني قال لك الله زدال هدا وعرض ربيعة على سندويش كرنطيطة عند السايح. نعرضك على كارانتيطا سخونه بالكمون عند عمي السايح. تاخذ راي يدي عند كارانتينو يضربك بسندويش ما حصلتش. وشنو اذا شت بنت عمو ثما غير قلع وما تسقسينيش علاه. وقال لك سطاطا تاع دار الفشوشه طولوا يلعب بالميت في الفيلم هربت له القنينه وزادوا داو له البومب. دوكا فهمت علاش ولا يهدر وحده قدام المرايه. زاد تخبى مور سلاحها. قتلهم ديريكت وخلاص. نسيت واش داروا فيك. بارلو على البراني خوتي 200 مليون جي في صاشي صغير كيما هكا. أنا جبت لك 200 مليون. سبحان
سبحان الله كيفاش كنت كيفاش وليت سا سو فوا كو مازال ما تلاقيتش 200 مليون في حياتي واقيلا نشوف مع سطاني يشوف لنا خدمه عند سيد احمد وبالو على سيد احمد ولا خالد بن عيسى قال لك ملي ذاك هو ينسى روحه ويتقمص الدور تاع امين ملاوي تعطي موشه هذا واش عجبني فيك تصيب الحل لكل مشكل انكرهت البنات شابين وما عندهم والو في الراس وديجا الجمعيه وحده تعرف دير القهوه في الجزائر سيد احمد داو يريكريتي قال لك ما يهمش السيفي ليسونسيال قهوه بنينه وتكوني شويه شابه ما روح دير القهوه ولقميها مليح كي نقعد راسي نشوف لنا نسى روحي ولا لا ودوك انا خليكم بصح قبل ما نروح حبيت نفهم دريس كيفاش جات وليدي سميه منا ديستيني على كل حال يتحبوا لك خوتات ولوكيتا كي هي ديستيني الامور تمنى نحكي لك كلش على بالك بكلش وهذه ما تحكيليش عليها هذه اللي هبلاتك لازم نعرفها شكون هي ديستيني هذه لازم نعرفها هذه ديستيني غادي يصير عليها قصة كبيرة في البراني من بعد هذه ديستيني بين دريس وبين فاطمة باينة أنا حبيت نعرف وما على بالهم بلي ما على بالي بوالو زعما بصح تاع القهوة هذه صح خالد بن عيسى تحب القهوة يعني لا نحب القهوة نحب القهوة بنينة تسمى كيما جات هذه أحد الصفات المشتركة بين خالد بن عيسى وسيد أحمد نعم بين خالد بن عيسى وسيد أحمد وبين كل جزائري تما انا ما نحبوش مربيين بالقهوه احنا نحبوا الاتاي اللي ما يشربش على كل حال قهوه لازم لازم مرحبا بك خالد بن عيسى مره اخرى باش نحكيوا على دور سيد أحمد وقبل ما ندخلوا في الاسئله نشوفوا بعض المشاهد من المسلسل نتاعك الجزء الاول من المشاهد ونعاودوا نرجعوا مع ضيفنا هذا المساء الممثل خالد بن عيسى انت عارفة هادي عرفتها في ديفيل ان شاء الله فرحان بروحك تحب تشم انت شم على روحك بصح اخوك لا ما مديت الوالو اش بيك رايت نباها فيك المضرب انا نهضر مع الجروسيست شو واحد شافكم ما عيط لك باش تفري المشكل ماشي باش دلوان تو غاطوا داكور دوك نفريها دوك نفريها انا نضرب مع اخوك نوض 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 اسمع بدي بك تفريها ربي دمو ما زوجي تعرفها ماكش ما يصرى له يما تهبل ما تخافش ما يصرى لها والو يماك ما تنساش بلي يما يلي رباتك برك ما تبكيك الطفله امشي 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 ريح دريس ريح عاوني ريح روح معي انا يا كفاريا امناش تبعني برك صحيت الفحل والله انا حاصلين بيك انت تاع الصح فششتو كون خليتو معايا كون هو راجل والله صح الغلطه تاعي حبيت نفرح يماه نقول لها مو عندها واحد يصلح بصح انت ما تصلح لوالو ما قريت ما خدمت ما سرقت ما تصلح لا الحلال لا الحرام خلصت كاع واش تلقاه في الدنيا زيد شوف فيا انا لا نغال لا لا انا بدي نشوف فيكم حاجه كبيره اليوم ما راكمش خاوتي ما عندي حتى علاقة معاكم. الخوف هو يقدر فيك برك ريح شوية. من واش؟ من الحبس. نستاهل. إذا كان حاجة نخاف منها هي أنتوما. خايف نولي نشبه لكم. خايف نولي بلا روح. قتال. فارغ من الداخل. فيلوزوف العزيز كتاب ما قراه حب يولي فيلوزوف لا حبيت تخرج كيما اختك فاطمه فاطمه ما قرات وقرات داكور تا مصلحه الوالو تعرف غير تشكي وتبكي مشاكل تاعك ماشي لافو تاعي لحياتك تعيشها خيرتها انت درتها بيديك حلا بسنك
راك حاب تبكي ولا تشكي روح عندي يماك بكي لها، ما تجيش ترنك عليا انا هنايا داكور. سحقيت والو، حبيت نعرف بك بلي مانيش غلط. مع مرحبا بكم. قبل ما نبداو ماذا بيا نشكركم كي قبلتوا تجوا عندي. نحييو ناس وهران، ناس قسنطينه، ناس عنابه، بلا ما نساو ناس الجي. قدم لكم محمود العرباوي جانا من الغواط، بالمناسبه نحييو ناس الغواط، هو حاكم السكتور جنوب وسط. وجماعه اللي ما قدروش يجوا راهم يقولوا لكم بلي راهم معكم. المهم يا جماعه انا راني عريس جديد، ماذا بيا نلعبو خفيف يا جماعه. واش السيكلي واش كاين؟ علاش حبيت نتلاقاو اليوم؟ لا لا غير الخير، تعرف الحكايه تاع سبع اللي يموت وخاوتو يشوفوا فيه بلا ما يديروا والو، رانا فيها. كل واحد يجبد من جهته وكل واحد يخدم وحده. انا وجماعتي طحنا في ريزو كان يقرعج علينا ويصورنا ويعرف كلش في حياتنا. هاد المعلومات كون طاحوا في فيسبوك وفي تيك توك ولا في انترنت على بالكم شي صرا. الحمد لله كي خويا عمر فراها ما بقى لنا حتى ريسك. وانت الدوسي تاعك كاين؟ بعض المشاهد من مسلسل البراني، تحديدا ركزنا على مشاهد خالد بن عيسى او سيد احمد في المسلسل. خالد بن عيسى، بالك اول سؤال، كيفاش تعاملت مع هذه الشخصيه لما جاتك فكره الدور او هذا العرض نتاع الدور؟ هاد الشخصية على كل حال أني مربيها فيا عندها سنين. لا شخصية تاع القوة، شخصية تاع ليدر، شخصية تاع واحد يحب المشاكل، وشخصية بين تحوس على توازن بين المليح والدوني، بين الحلال والحرام. هاد الشخصية هما pour un comédien هي سي لي ميور بروبوزيسيون كان رياليزاتور يقدر يمدها للكوميديان. كي تكون شخصيه ماشي لين دروات، شخصيه بين زوج متناقض، كان تناقض وتعاكس في وجه النظر وكيفاش يشوف الدنيا. دونك انا كي قريت شويه الشخصيه وكي مزاحم هضر لي بزاف عليها، تفكرت كالكوريفلكس وكلي رحت شفت واحد البواطه تاع هاد الشخصيات وبديت نخدم بهذيك الادوات. بصح كيفاش خدمتها؟ كوم ما كانش عندنا بزاف الوقت بور لا بريباراسيون بور لا كونستركسيون دان بيرسوناج، خدمتها بالنسبه لي زوتر بيرسوناج. يكون خويا صغير، خويا كبير، اختي صغيره، دريس لي شوفر معايا. والحمد لله كان ان جروب دو كوميديان نتعرفوا نتحبوا نتقادروا بزاف، وهنا كانت ثقه. باغ اكزومبل الكف ايوا اللي شفتها هضروا مع كريم ودراجي اللي هضروا عليه بزاف. هي لا بروف تاع كاين ثقه بين دو كوميديان. والكف هذا ماشي فكره تاعي، فكره تاع كريمو. باسكو حنا درناها اون دو بريز، هذه سي لا دوزيام بريز. لا بروميير بريز طبعته نوض برك ما تبكي كطفله ونمشي. ما سيتي الديبي دو تورناج، ما حبيتش نكون عنيف بزاف بالنسبه للخويا صغير. كريمو جا ليا قال لي خالد جاب لي ربي نقدروا نروحوا جوسكو بو، جاب لي ربي باش نبينوا العلاقه تاعي بينك هو كلي هو سحقها. قلت له مرحبا بك. ما كاش مشكل، ما كاش مشكل تما. اذا انت طلبتها رانا هنا، ما كاش مشكل تديها. ملا رحت سيدها شويه عند مصطفى ورحت له. دونك الكف كيما تاع هيفا رحيم في الايام درنا دو تروا بريز كانت ناقصه. امون دوني هيفا قلت لها شوفي غدوه نهدي لك كادو، اللي جاب لي ربي لازم تثقي فيا راح نضربك صح. كيما سبرادرا خطره ونجبدوها ونتهناو. قالت لي ما كاش مشكل خالد، اوني اون بلان كونفيونس. وهاد اللقطات يبينوا لا كونفيونس ومور مشهد كيما هذا ولا من لقطه كيما هذه تسمى بين لي دو كوميديان خلاص نقولوا مهما واش تقول لي نسمع لك. جوك اللي يولي تناسق
هذاك المشاهد احنا شفناها في الحلقه الاولى بصح في التصوير كانت من ضمن المشاهد اللي صورتوها في اول تورناج. هادو سي دي ديبي لا بروميير سيمان ولا دي بروميير سيمان. لانه كان كاين من بعد مشهد واحد اخر ثاني لما كريم او موح صدم على الفيلا وضربته يعطيك سعال تما قال لي بون هنا ثاني تقدر تزيد ضرب نهايه. جا المشهد قلت له هنايا حنسيو الردخه باش نبدلو شويه كوم في هذاك الديكور كان رخام صح. قلت له جاب لي ربي هنا ردخه صح وردخه اسطوريه يدو باش نبدلو باش باسكو علاه انا كان عندي مشكل مع سيد احمد ما مزاحم لازم نبينوه باللي ما يحبش العنف باسكو عمر هو اللي كان عنده هذا الميل للعنف يميل للعنف وانا زعما جاي غير وتقاسم الادوار بين الاخوه فوالا ما غير هو العنف انا زعما استراتيجي زعما نخمم شويه بصح لازم بينو من ذاك باللي على باز قبيح و سان فوايو على باز هما كاع كبروا ازيرو وخدموا وطلعوا بين الحلال والحرام باش ما نقولوش حرام على كل حال. مال الدور اول ما جاك من عند يحيى مزاحم اللي خدمت معاه طيموشا عمل كوميدي مع طيموشا بصح انا نعرف مزاحم تعرفها من بكري هو من وقت افلام القاصره وتبعته في الافلام تاوعه وقعدنا دائما في علاقه تاع ثقه تاع خدمه تاع شفت العام اللي فات الضامه مع مصطفى الضامه مالوريزمون ما قدرتش نشارك معاهم باسكو بروبوزي لك في الضامه العام اللي فات كنت في الضامه بصح لا غالب كان عندي مشروع واحد اخر ومالوريزمون ما كنتش كنت حاب نمشي معاه باسكو كنا في تيموشا مزاحم كان يخمم ديجا على الدراما وشجعته بزاف مزاحم جاب لي ربي السينما سي كومبليكي هنا في الجزائر باش دير فيلم باش تعرفوا باللي بين السينما والتلفزيون علاش سي كومبليكي مزاحم داير دو دراما افيك سوكسي والفيلم تاعو ما يقدرش يزيد يخرجوا مازال ما يقدرش يخرجوا صح يدي مريم مش حيطول باش يخرج هنا نفيقوا باللي السينما والتلفزيون عالمين مختلفين صح فيصل تفضل حبيت نسقسيك بالاجابه تاعك الاولى بالنسبه لبناء الشخصيه la construction du personnage انت قلت فتحت علبه وجبت منها ادوات قد يسال سائل ما هي هذه الادوات اللي جبدها خالد من العلبه باش كون شخصيه سيد احمد في مسلسل البراني ادوات هي انه سيد احمد ما يسمع حتى واحد يطراسي طريقو ما على بالو بحتى واحد شخصيه قويه بصح كون نديروها غير في اتجاه واحد نحن حيكون فيها الملل وكما قلت قبيلات ما عندناش بزاف الوقت باش نخدموا هذه هي لا 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 مدرسه نقولها انا مدرسه رمضان تسمى تخدم في كميه كبيره تاع تورناج ايام كبيره تاع التصوير وفي نفس الوقت ما عندكش بزاف وقت باش تخدم شخصيه مالا تكيت على 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 أصحابي. الكيمياء كانت مع الممثلين مع مصطفى مثلا كنا داير فقنا لها يا 3-4 جور مع لا فان تورناج قلت له مصطفى على بالك بلي صح عمرنا ما خدمنا كيف بصح كانت علاقه فنيه هنايا بزاف تما ما كناش كنا نلعبوا صح كنا نلعبوا تما كي نشوفيه مهما واش يقول نقولوا هذه حبسها بدلها هو يقول لي لا هذه نحيها مي كنا بدون سون كومبلكس بيناتنا يافين لا كونفيونس هذه اللي بانت وعجبتني انا كي شفتها شفت الحاجه اللي عجبتني بلوس هي العلاقه اللي بيناتنا ولا كونفيونس اللي كانت بيناتنا والثقه كيف تبني الثقه بين ممثل وممثل اخر كيف تبني الثقه كاين الكف يعاون بزاف وكاين الردخه ثانيا وكاين الاكسبيريونس انا عندي بزاف انا نشوف التجربه نشوف بزاف مصطفى يلعب شفته في الضمه شفته في ولاد الحلال وتلاقينا في مهرجانات وتسمى نعرفوا بعضنا نعرفوا واش نخمو الفن بنفس الطريقه نحبوا الخدمه تاعنا بنفس الطريقه وهذا كله تسمى راني دون ميم مود راني دون ميم مود تسمى انا وياه تسمى نامنوا بحاجه اللي هي تسمع الاخر ماشي نقعد نهضر وما يقول لك وشنو الكيو تاعك انا كوميديان كيقول لي وشنو الكيو تاعك نخاف صافي دري يستنى فيا احترق ونقول كلمه باش يبدا يهضر وهذه تسمى ماهوش يسمع فيا ويستنى في الكلمه هذيك طرين تسمى او يعاود تسمى تاك تهضر معاه هو يعاود التكست تاعو هذه تبان شويه صح مع صح مصطفى كانت وحنايا في لي لوج كنا نلبسوا ونقصروا كنا نهضروا بزاف عليكم
على لي باج على الصحفيين وعلى على رمضان غير بالخير غير بالخير كما انتم كنا انتم كنا نهضروا علينا نهضروا عليكم على كل حال كنا نهضروا مع هذا يا يهضر عليا وكتب عليا ارتيكل هذا وهذا مشكل انا هاد لا باج ما نزيدش نهضر معاه من بعد مزاحم يجي يعطينا التكست الطاقه راهي هنا ديجا نبدلوا برك تكست النص يتغير وهذه كانت حس واحد حسينا لها انا ومصطفى سيتي فريمون اكسبيريونس تري زوروز خالد نبيل نأجلها بعد الفاصل رانا احنا رانا المهم كسبنا ثقة خالد بن عيسى في بداية البرنامج وبدون استعمال اي كف فيصل راهو كاينة ثقة الحمد لله نروحوا الى فاصل قصير ومازال ضيفنا خالد بن عيسى عنده بزاف امور يقولها ابقوا معنا مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء نعطيكم فقط نتيجة المباراة اللي ما عرفش يتبعوا الرياضة 3-3 تعادل بالمنتخب الجزائري وجنوب افريقيا وقالوا ياسين بن زيه هو رجل المباراة لانه سجل هدفين وواحد قال لك بمقاسية جميلة جدا انا نحكي وقالوا قالوا قالوا لي مش الماتش ايوا كملوا فريدة باش ما تجيش الواحد دارس تقولي ليش عراهم فنعود نرحبوا بضيفنا هذا المساء الممثل خالد بن عيسى خالد مرحبا بك مجددا ونبيله الرزي كان عندك سؤال تفضلي نبيله سؤال نظن كما يقولوا في راس بزاف ناس لي ديالوغ تاع البراني نحسوهم كل شخص عنده لو ديالوغ تاعو هاد لي ديالوغ بيرسوناليزي يعني في نظري انا هل هما نتيجه ما هو مكتوب في السيناريو ولا كاين اضافات من عند كل واحد ومن الاخوه زاد في الديالوج نتاعو لا كاين بزاف اضافات هاو الخدمه اللي كيما كنت نقول باش ما نتكررش اللي محطوطه على الثقه بين المخرج والممثلين تاعو اونيت فريمون اون تروب نجو ريبيتيو فلا من داك على الايطاليان يعني ديروا هذاك على الايطاليان نديروا ليكتور ومن بعد كل واحد فينا يبدل كلمه ومزاحمه ويسمع فينا ومن بعد نديروا اون ريبيتيسيون افيك لينيرجي هذيك اللي لازم من داك تخرج كلمه واحده اخرى ومن بعد الفكره العامه تاع 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 لا سين لازم هي تقعد ومن بعد مزاحم يزيد كلمه منا مصطفى يزيد كلمه منا كريمو يزيد لا ريبليك تاعو سي ان ترافاي ديكيب سي فريمون ارتجال. فيها بزاف ارتجال بصح الارتجال في 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 نمط محدود اللي هي الفكره ما تخرجش على الشخصيه تاعك ولا ما تخرجش على الشخصيه اي جو بونس حاجه مليحه على خاطر كل واحد يولي يهضر بلغته اللغه تاع مصطفى ماشي اللغه تاع 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 كريمو ولغه تاع كريمو ماشي اللغه تاع وحتى الجزائري كي يشوف هاد يسمع هاد لي ديالوج يحس روحو هو اللي راهو في الشاشه يعني بكري كنا نحسوا هذاك الديكالاج بين ما لي ديالوج اللي نسمعوهم في الدراما نتاعنا بسبب اللغه بسبب اللغه يعني هاد السلاسه وهاد السلاسه اللغويه يعني هي اللي زادت في صح هاد الخدمه هاد الخدمه جات دوبي بليزيور زاني شفناها العام اللي فات في الضامه شفناها في ولاد الحلال شفناها في الخاوه شفناها في ليام صافي دركو ما لازمش لازم تكون عندنا نظره شامله على واحد ست سنين ولا سبع سنين تاع نحس باللي كاين نوفيل جينيراسيون كوميديان اللي جاو كاين كاع لي فيديو اللي كاين في انترنت كما شفناه الشاب اللي شفناه قبل الحصه دونك الجمهور تعود على لغه كما على لغه ماشي بيضاء مستشفى ماشي بيضاء دونك جو بونس فوالا سي بليزيور زيليمون اللي الكوميديان يسيدونتيفي ا سا المخرجين ميم الجمهور ولا يحب ولا يسمع هاديه سي لي فيديو باغ اكزومبل كيما تاع لي انستغرامر ولا تاع تيك توك ولاو بزاف لي بيرسوناج هكذا يديروا دي سكتش سبونتاني فوالا دونك لا سبونتانيتي ولات قريبه على الجمهور ولات قريبه على الانتاج ولات قريبه على لي سيناريست دونك كاع لي كوميديان اوسي خدمت هذه حاجه ايجابيه مليحه ديجا كنا نشوفوا في المسلسل الحلقه تاع اليوم قبل ما ندخلوا في اللايف نبيله عجبتنا هذيك الجمله لما عمر دخل على سيدي احمد وكان هو يخدم في الموطو تاعو قال له يديك على توسخ في يدي قال له عمره ما كانوا نقيين قال له اليدين طبعا احنا ما رانا خمجين بالدم مش على الانجليز لا لا جمله كانت شابه مليحه في الحوار طيب فيصل دقيقه ساعود لك نذهب الى بعض نذهب فيصل غير يحكم غير تم لا هو مشكله البرمجه درنا الضيف حدا فيصل فانا منا ما نقدرش نتحكم هو يدور غير عنده ويقول لك ما رايك في هذا
ديمقراطية اه شفتي والله غير بدلوا بلاصتي لا كنبدلوا العام اللي فات هكا كنت بعض... دايره انا ثاني كنت قدامي كنت روحوا الى بعض المشاهد روحها من بعيد وتجوز كاين علاقه سيد احمد ايضا بالعائله بالزوجه تاعو بالوالد تاعو مازال ما عرفناهاش مليح عرفناها عن بعد ما كاش مواجهات كبيره حتى الان بصح كاين علاقه ثانيه مع بنته ميا نشوفوا بعض المشاهد ونعاود نرجعوا للبرنامج ميا بنتي سي بابا ميا بدرك ولو ها بابا ها نحبكم نحبك بابا عم بالك سهلة ياك تدخل وتخرج كيما تحب صح من ضمن المشاهد اللي كانت في المسلسل وخلت الناس تتعاطف بزاف مع شخصيه سيد احمد رغم كل الاجرام تاعه وكذا الجوانب الانسانيه هذه بالك كانت مقصوده من يحيى مزاحم انه يبينها تحديدا علاقته مع بنته خصوصا زوج ثلاث حلقات نتاع الاختطاف كانت مشاهد مليحه ومشاهد هذه الثاني صنعتها طفلة اللي معكم في المسلسل لأنه هي عمل جماعي كما قلت ولكن الطفل يختلف هنا الأمر يختلف التعامل معها خصوصا لما تكون أنت اللي راك تتعامل معها مباشرة خالد لا سيفري كانت في الكاستينج دابور إلي إكسيبسيونيل أنا كي شفت طفلة جي في أنيسي معها في المكتب تاع الإنتاج تعجبت على الانتيليجنس على لا ديسپونيبيليتي على لا سوبليس ديسبري اي مو جي روندي اوماج في انستغرام على مامون كي اللي تستحفظ على بنتها واللي واقفه على مع بنتها وهما زوج خواتات دان تالون فو اي وانا على بالي بلي سي تري ديفيسيل عندي بنتي اللي عمرها 13 ans elle est encore plus âgé que Mia et même Rioma et وانايا تعاملت معها مباشره كانت عندنا علاقه زادتني ما كنتش نلعب معها فرانشمون بنتك يعني اكزاكتومون هذا واش كنت نقول لمصطفى هذيك قلت له شوف ما طفله صغيره عندنا علاقه معها تما ماشي باسكو لازم تكون كرون كوميديان ولا يا انرجي اون راهي هنا سوربريز هذه شكون اللي دخلها البلاطو هذه؟ ايوا اش بك يا طفله هذه؟ موتراد ماشي هذه الطفله من الطفله هي مرسك الله يا طفله يسمى لي يا بنتي مرحبا عرفتي طلعي هنايا هيا ميا معنا منشطه تاع المستقبل اي قبلة ايوا هيا عندنا المنشطه الجديده والله خرجت عليها خموز عليك شفتي باباك كيف خالد بن عيسى عرفتيه؟ ايه واش تقولي ديك الجملة أنا بنت سيد أحمد ما نخافش سيد أحمد ما نخافش أنا بنت سيد أحمد ما نخافش مرحبا بك نقول لك مريم رزق الله ولا نقول لك ميمي رزق الله ولا نقول لك ميا ولا شوف أنت كيش تحب تسميني أها شوف أنت كيش تحب تسميني صايد دوكا كملتي الدور تاعك تاع ميا تسميني مريم 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 ميا كيف كيف سمعتي خالد بن عيسى كان يقول لك دخلت شفت لقيت طفلة ذكية تفهم تعرف كي تسمعي هاد الهضرة واش انتي نهار الأول كي تلاقيتي مع طنطو خالد سي فغي سيتي ان اونور كي شفتو سيتي لا بروميير فوا لي جالي فيغ ان فيلم كنت فرحانة والفرح تاعك حنونة بان كنت فرحانه يفور ميسي مامون با
باسكو هي كانت توقف معك في تورناج ميم في لي كوستيم ميم اللي تي فريمون ان ميم دو ليك ان ميم دو ليكيب فرانشمون انا جلا سالي انورميمون صح صح يعطيك الصحه على الانرجي تاعك وعلى لا ساجيس تاعك. كيفاش خيروك نهار الاول؟ نهار الاول داروا لي كيدنابينغ داروا لي الكاستين داروا لي تاع الورقه تاع الكيدنابينغ درت هي جابوا هي على باز داو ما سور كي داو ما سور انا جيت معاها هما يسيوني تانيك انا واختي اي با شافوني انا داوني. اه ما زعفتش اختك؟ اه ما زعفتش. قولي لها كوكو منا اختك. كوكو صحه مريم قولي لي قدام الكاميرا كنت قبل الكاميرا ما خفتيش بالكاميرا؟ ما خفتش. لا بنت سيد احمد واش بك انت سيد احمد ما تخافش علاش بولولو باش تخوف لا يفو دير مريومه فاس لا كاميرا ما كانتش تشوف لا كاميرا كانت تشوف لي زوت كوميديان اي سي ديجا سا ان ان غران ريفلكس كانت تخدم مع لي لي خدموا معاها اي سا سيتي سيتي بعد كي عاودتي بنتي المعلمه باينه فرحت بك صحاباتك في الكلاس احكي لنا المعلمه هي شافتني الاولى اهي والمعلمة قالت لي كامل شوخة وكاع وانا جيت تيميد ومن بعد تيك وليت نورمال كامل اللي قام معايا تو عندي قالوا لي وقتها وقتها شي جزء المسلسل نعم ومريم النص حفظتيه بسهولة النص تاعك اللي تقوليه سيتي با سيتي با ديفيسيل سيتي سهلة فاسيل دي أول مرة جاتك سهلة وشو هو اللقطة اللي جاتك صعيبة باش تورنيها؟ أنا ما عندي حتى اللقطة اللي جاتني واعرة. كلشي جاك ساهل. ثقة نورمال. ثقة كاملة. فغي وشكون اللي حبيتي من لي زاكتور اللي كانوا معاك؟ شكون اللي حبيتي أكثر؟ ما باليش. برافو. شكون؟ ما باليش. وشكون اللي كان يضحكك ثاني؟ بو شايب هو اللي كان يضحك. أو شوفي طاطا ثاني شوفي منها طاطا فريدة طاطا نبيلة عمو جمال. على بالك قالت لنا ثاني تتبع الحصة تاعنا في رمضان. اه تبعينا؟ أنت تعرفيني أنا. أنا عارفك. ولا شايفتني. شوفي طاطا نبيلة قلت لها عمو نبيلة طاطا نبيلة. قولي لي بين عمو خالد ومصطفى هذوك اللي كنت تشوفيهم قبل ما تبداي تمثلي شكون اللي كنت تحبيه قبل ما تمثلي معاه؟ لا بلا ما قلت لك ماشي يعني شكون اللي كنت تحبي فيهم قبل ما تبداي تمثلي معاهم؟ شوفي يعني نحب كامل لي زاكتور ولي زاكتريس لا و جو كومبار با بيناتهم تعرف بيان لا سي با لا ديبلوماسي سي دي لينوسونس بيور وهاد الصحفيين عندهم من داك هاد لي كيسيون هادوما اللي يحرجوا الممثلين برافو دو ريزيستي اي دافوار ديجا لو ريفلكس انا بور انا كان عندي عم بالي عندها ريفلكس غير تاع تاع التمثيل عندها ميم ريفلكس تجاوب الصحفيين الاسئله هادوما لي مريم يحيى كيف خدمتي مع يحيى المزاحم كيف شتيه اول مره تخدمي مع مخرج؟ انا ماشي اول مره شفت مخرج شفت بزاف تعرفيه من قبل ما كنتش نعرفه من قبل مزاحم طاطا مزاحم جابني شفته قدامي كنتي تعرفي كنت نعرفه بالاسم واو وكيف خدمتي معاه؟ سيتي تري تري بيان كي هو قال لي راني حسيت كيما بنتي الله يبارك ميم هو كنت حسيت كون مون بابا ديجا هو خاف عليا كي طات في لابيسين خاف عليا كي درت لو شوفال انت موالف تركبي الشوفا كيما عمو خالد ولا ما عرفت نركب في الشوفا جو في ليكيتاسيون اه وتاع لابيسين هذيك تعرفي تعومي ولا؟ نعرف جو في لا ناتاسيون. تعرفي كديري كل شيء انت يا الله يبارك. وخالد ايش رايك فيه مريم؟ ايش رايك فيه خالد؟ سي تو بيرمي عندي سؤال دوكا ندير فيتو فيتو عندي سؤال. تفضلي تاتا فريدة. على بالي بلي عندها علاقة حميمية جدا مع اختها زهرة جي انفي دو سافوار على بالي بلي تشيبوا ماماكم قبل ما ترقدوا ديجا في العام.
كيما ديروا والو. الوغ هاد الايامات هي من بين في الحصص اللي ديرها في الاذاعه وانت راكي تباني في لاتيلي واش تتحكاو كي تكونوا بالدودو تاعكم كل وحده في فراشها سجلتي واش تتحكاو بيناتكم اون سكري وين ما يكون ني بابا ني ماما ني بيرسون. سا ديبون واش انا رايحين نهضروا، سا ديبون هذاك الوقت واش كنا نديروا. Est-ce que vous échangez des secrets? Est-ce que tu dis à elle des choses ou tu dis à elle que ça s'est passé comme ça? C'est une chose que je leur ai dit. Et c'est vrai, je ne dis pas beaucoup de secrets graves. Et bien, Anna, je lui dis. Tout. J'ai pas un problème. C'est ta meilleure amie. Je sais que c'est votre maman ou votre meilleure amie. Non, maman, ça. Mais vous êtes comme quand même une relation très proche. Donc je suis sûre que c'est très bien. Vous avez fait la chère, mais je ne peux pas parler de la chère. كي نشوف زهرة كي نشوف زهرة تحكي لي كلش ونجي نحكي لكم. انا عندي كيستيون اليوم. انا نبيع انا اللي عندي لا كيستيون الاخرى اليوم. واش حابه تزيدي تمثلي؟ واش حابه نزيد؟ شوف انا كامل اللي فيلم با ماشي غير دراما. حابه تولي كوميدي؟ نو بالك ان شاء الله. ان شاء الله ندير تاع الضحك. تضحك؟ جيسبر. ان شاء الله. كيف حابه تكون ممثله كبيره في المستقبل؟ مازال سؤال جمال. انا يا جمال خليها تجاوب. خليها تجاوب. هي تحب تقرا. خليها تجاوب ست. قبل القرايه. بصح القرايه افونتو. عندك الحق. القرايه افونتو بصح ممثله ثاني. علاش؟ بصح انا كي حبيت تولي كبيره حبيت ندير بيلوت. بيلوت. معليش بيلوت ممثله. بيلوت. وراه المشكل. هكا لازم تنظم اختك. نعطي السؤال عمو جمال ولا ما نسمعوش؟ سمعتي واش كان يقول خالد على ماماك من قبيل؟ هي اللي كانت ترافقك وكانت تجي معاك وتسهر معاك وتتعب معاك. نقولوا للناس اللي يشوفوا فينا بلي ماماك حاضره معنا، واش تقولي لماماك؟ قولها ميرسي بوكو كي تعبت كي شغل لي مون تاعي وين رحت روح؟ ماما ما كاش دي مو يوصفوا لي. وي هي كلش. ماما هي كلش. ماما حياتي. ماما سي ما مي سي ما مي غامي سي سي ما مامو. الله لا مي سي لو سول بلوغور لا مامون. بصح انا نسميها سول. مريم. نعم. قالوا لي عندك اون بيل فوا. ايه صح. غني. ما خليكش تروحي منا حتى تغني لي اغنيه. بصح انا مبحاحه. مبحاحه معليش. دير لي غير شويه غير شويه. غير شويه كملوا. عنده المقام عنده عمو قادر ما يعطيك. هيا روحي. ايش نقدر نغني؟ لو كمان بلاش. ونحب كمل الغناء. هي واحدة فيهم، واحدة فيهم. دير واحدة قصيرة. قصيرة طويلة كيما تحبي. نبدا. ايه بدي. أبدا عمري ما نزلت لفت لورايا، الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه، انضات حوالو كلها حتى للنهاية، ما بقي في البال غير الراحة بعد الوالي، كل شي ما صاد بقات قصته غير حكاية، قصات دموع وتحنين وزيان عليه، الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه. برافو. يعطيك الصحة مريم. فنانة شاملة. إن شاء الله نعاودو نشوفوك في الخطرة الجاية. إن شاء الله. روحي دوكا ساي السهرة شوفي قريب الوحدة تاع ترقدي. ساي. اللي اون فاكونس. احنا كبار نقعدوا هنايا نتسحروا هنا. نقطعوا شوية نمنشروا شوية. نحن واقفين في لي تورناج. نقتلوا مول في لي تورناج. في التورناج صح. وفترة تما كنا نسحروا تما. وتسهروا حتى ساي كملتوا التورناج. كملنا. ترتاحي دوكا تريحي شوية. هيا صحيتي قولي لخالد بن عيسى صحيت شكرا. ما قلتلناش رايه فيه في خالد. انا اللي نقول لك ميرسي مريوما يعطيك الصحه. سوا تخي باسيونت اي ترافاي تخ بوكو ما تنساش ليكول وحبي ماما كيما تحبيها. برافو عليك. ايوا هذه هي كلمه شابه. هيا شوفي مريم راك تشوفي هذيك الكاميرا عمو عبد الباسط راهو.
نعم عم فاستر عمو أنيس هيا قولي للمشاهدين اقعدوا معنا شوية ونعودوا نرجعوا لكم في برنامج حنا في رمضان. اقعدوا معنا شوية ونقولوا لعندكم في حنا في رمضان. برافو. ميرسي حبيبي. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء في برنامج حنا في رمضان. دائما معنا الممثل خالد بن عيسى، وكانت قبل الفاصل معنا الممثله الصغيره مريم رزق الله اللي دارت دور مية في نفس المسلسل نتاع يحيى مزاحم، تحيه ليها ولعائلتها. وخالد بن عيسى بالك نبداو السؤال من البوليميك اللي صرا حول المسلسل. تعرف دائما كاين نقاشات في المجتمع في مواقع التواصل حول الموضوع اللي هو المخدرات، آفة المخدرات. كاين بزاف ناس يقولوا هل هذا المسلسل يشبه المجتمع الجزائري، وصرا جدل. انت كيفاش تفسر هذا النقاش؟ هل سبب عدم تعود المشاهد على دراما من مثل هذا النوع؟ يعني والفنا دراما كلاسيكية ما تعالجش المشاكل بطريقة مباشرة وعميقة، ولا هذا النقاش سيرافق المسلسلات دائما؟ يعني هذه ظاهرة طبيعية ومتوقعة في كل الأعمال. ظاهرة طبيعية. وانا نجيب لي ربي الجمهور ولا ماشي غير الجمهور، الجمهور ولا النقاد ولا اللي راهم على باز لهاد الظاهرة يتسرعوا. اشتافي نورمال. ليبيزود الاول الثاني الحلقة الثالثة نبداو نحضروا ونحبوا نعطوا رأينا. وجاب لي ربي لي ريزو سوسيو يمد الفرصه لكل واحد يمد رايه. دونك لوتي راه هنا، تقدر تمد رايك في اي وقت وباي كميه. دونك جاب لي ربي هاد الزوج الحاجات اللي يسمحوا انه تنوض تمتم البلبله وتنوض الهضره كبيره. انا الناس اللي يقولوا لي واش كل خطره ديرونا مسلسل على المخدرات العام اللي فات هذا العام، قلت له لا نهار درنا الخاوه في 2018 كنا نديروا لا فامي مصطفاوي لوكس كذا، كنت تقولوا هذا ما يمثلش الجزائر. عام من بعد درنا ولاد، داروا ولاد الحلال. ولاد الحلال ثاني صارت فيها بزاف نوروا غير الخماج غير الفقر غير كذا، وعلاش صافي دير. المشكل ماهوش في المخدرات، المشكل انه انا واش نحب في التلفزه، معكس على السينما اللي ما فيهش قاعات وما فيهش جمهور. انه في التلفزه عندنا اوديمات وعندنا جمهور مباشرة يقدر يهضر معاك ويقدر يمد رايه. هذه فرصة كبيرة وحاجة مليحة. أنا بروسمون الحاجة اللي نحبها الأكثر في التلفزيون. دونك الجمهور اللي عنده الفرصة باش يمد رايه وما يمدش رايه ما تقدرش تكون. إذن أنت تطالبهم خالد قبل دقيقة فيصل، أولا بعدم التسرع يعني عدم الحكم سريعا على عمل. لا ما تقدرش تقول لهم ما تسرعوش. هذه ظاهرة طبيعية. حاجة شابة. حاجة مش شابة باسكو ماشي أمر تكون شابة ولا مش شابة. حاجة جديدة رمضان كاع نسنوا فيه. ما نشوفوش القناة الجزائرية في كاع العام، نشوفوها بزاف في رمضان. دونك كاين الناس ما يشوفوا المسلسلات ويشوفوا الشاشه الجزائريه بعشر عينين. دونك فورسيمون يا ان انتيري تيرمون فور اللي يحس بلي لازم يمد راي. وثانيا المسلسل يقدم شخصيات من لحم ودم بتناقضاتها. سيد احمد مثلا يتراوح بين الحلال والحرام، عنده خلافات مع عمر خوه اللي هو رايح في جهه اكثر تطرفا في المخدرات اكثر من صحيح. لا كاين شخصيه تتراوح بين الحلال والحرام، والحرام يمنع الحلال. جي ماما راك لا عندك 10% حرام او كل شيء يولي حرام. صح صح في نفس الوقت فهمني. صح صافي دير كل شخصيه. اني قلتها افا قلتها سيد احمد قالها، قال له ما راناش تاع اصل. صح قالها بصراحة. كان مشهد قوي هذا. مانيش تاع اصل، كون ما تجيش تاع اصل ماناش نديرو الخدمة هذيا. تسمى رانا متحملين المسؤولية تاعنا. سي ان بيرسوناج معقد معترف على بالو شنو يدير. فيه تعاكس بصح يسون كونسيون على بالو شنو يدير. عنده يعني احب نسقسيك خالد ربما سؤال اخر، سؤال قادة ولكن بشكل اخر. يعني هل تعتقد ان المجتمع الجزائري هي بالمناسبة ظاهرة موجودة حتى في الدول العربية، تحدثنا معنا بها على عدة مسلسلات أثارت الجدل، هل تعتقد أن المجتمع يريد أن يرى صورة مثالية له في الدراما؟ بصح وشنو هي الصورة المثالية؟ هذا هو ما كاش مخدرات، ما كاش مافيا، ما كاش عنف، ما كان والو، مجتمع كلش لاباس به. على واش راح نحكوا؟ كيما تقول اكسبيرسيون بار با دو تران كي اري فالور. حنا علاش نديرو سينما؟ علاش نديرو تلفزيون؟ علاش نديرو هاد باش نهضرو على حاجه ماشي مليحه؟
مام في حياتنا الخاصه كي نهضروا على بعضنا صح تقول لي بلي راك لابس مليح راك بيان راك دا بصح لازم نهضروا على المشاكل. افلام بلا مشاكل ما هي مشاكل، الحمد لله فيها مشاكل كيما والدوله بلا مشاكل وما هي. وبالنهايه الدراما لا تطرح المشاكل ولا تعالجها، يعني تطرح المشاكل المجتمع باش يكون فيها نقاش. باسكو الفن يصلح لحاجه واحده اللي هو الديبا المناقشه. هذه هي مليح كي صرا. ومن بعد كي حنايا كركوزاني درنا الوهراني مع اليسالم فرجت عليها البلبله حتى كان هذاك هو الهدف. الهدف هو مش الهدف، هدف انوفر ارتستيك ماشي حل المشاكل. تطرح المشاكل هي طرح المشاكل وخلق عليها نروحوا نديروا قاعه سينما وكاين بزاف الناس اللي يشوفوها او ميم طون باش يصرى المناقشه ويصرى الديبا ويصرى لازم نهضروا على 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 هاد المشاكل. الامريكان رجلوا بزاف المشاكل تاعهم بالسينما عطرق دراما كسوا لا غير دو فيتنام ولا كاع المشاكل تاعهم طرحوها بزاف. كاين افلام اللي يديروا مانيبيولاسيون تاع المجتمع هذه موافق معاه، اكيد مصح. كاين افلام اللي يطرحوا مشاكل والفنان راهو هنا غير باش يشعل الضوء ولا سواء بالكوميديا سواء بالدراما. يضع اصبعه على الجرح. ندوا الجمال نادير. مرحبا بك خالد. بونسوار خالد. انا مرحبا بك. انا نحب نقعد توجو الاخر باش نرحب الاز خلوني. مرحبا بك سي بليزي اللي راك معنا خالد من عيسى. ولا نهنيوك على نخرجك من الاجواء البراني. معليش مرحبا. نخرجوا ونعاودوا نرجعوا له. نهنيوك على مسلسل براني على الاداء اللي راهو اقوى مسلسل في الدراما في السنه الحاليه. ونهنيوك ايضا على انا ماذا بيا نقاطعك غرب هذه تاع اقوى ونمبر وان. انا ماذا بيا نقول لك اسعد. صحيح اسعد انتاج لان الفريق كان اسعد وسعاده بين ممثلين وبين ممثلين والمخرجين والانتاج هاي تبان. ربي يدوم السعاده اقوى مع دوك نقول لك من واش اقوى. هذه تكلمنا عليها في ايامات فريطه ما كنتش معنا. هي الاحصائيات اللي تتكلم لما احنا نقولوا ضمنيا مسلسل براني في نسب المشاهده هو اللي راهو رقم واحد في ال كاين بزاف ماشي نمبر وان بالمعنى اللي البعض يقصده. احنا نتكلموا في الاحصائيات. ونهنيوك ايضا على دورك في فيلم بالمهيدي. ونهنيوك ايضا انه الفيلم افرج عنه كما قال قاده. الصدفه جاء انه الفيلم العربي بالمهيدي افرج عنه 10 ايام هكذاك قبل رمضان، قبل شهر رمضان. طبعا فيه فئه كبيره اللي مازال ما صحتلهاش انها تشوف، ممكن راح تشوفوا بعد رمضان. شفنا سيد احمد في مسلسل براني شخصيه عنيفه، ما نقولوش عنيفه يعني في السلوك تاعها، لكن السلوك ماشي كيما عمر. لكن بعد رمضان المشاهدين متاكد انه راح يكون اقبال كبير على الفيلم العربي بالمهيدي ان شاء الله. انا متاكد الناس شافت سيد احمد شرير بائع مخدرات. بعد رمضان راح تشوف خالد بن عيسى ممثل هادئ اللي راح يلعب دور العربي بن مهيدي. هل تشوفها؟ طبعا هي حاجه ايجابيه انه يكون هذا التنوع، لكن هل كان عندك تخوف قلت انه الجمهور راح يشوف خالد بن عيسى في دورين مختلفين ناقد غوش دروات؟ تخوف من واش؟ انت كيفاش تعاملت مع هذا؟ كيفاش تعاملت مع هذه الجزئيه؟ ما تعاملتش معها اصلا. ما كان لا تخوف. حاجه ايجابيه انه راح يكون حاجه ايجابيه بيان سور، باسكو الممثل اللي يحب يشوف روحه ويحب الجمهور يشوفه في مختلف ادوار. كون ايماجين خرج غير العربي بالمهيدي، كاين نكون راني متخوف اكثر انه يلصقوني مع صوره الشهيد العربي بالمهيدي. وهذا الممثل صعيب عليه يكون تولي انت العربي. هذه فرصه نحمد ربي عليها ونشكر الزهر اللي زهر اللي ما اكزيستيش. على كل حال انه العبي بن مهدي سنيته انا 8 سنين مش خرج في انا ما كنتش مهما وقتاش يخرج هات يخرج برك جور مومون دوني جور عامين من حياتك دور من اهم ادوار اللي تعاملت اللي كانت عندي الفرصه باش نديرهم من طريقه فنيه ومن طريقه تاريخيه تاريخيه تاع الباركور تاعي. يعطوا لك الدور كيما تاع العبيد المهيدي كي نهار اللي عطوه لي وي تخوفت من المسؤوليه، تخوفت من المشروع، وتخوفت من انه كيفاش راح نتحمل المسؤوليه هذه بوندون التورناج وبعد التورناج. وبعد التورناج وقعدت 8 سنين وانا ما نعرفش كيفاش نكتب العبيد المهيدي في السي في. كنت دائما السيفي تاع 2023 نكتب العبيد بن مهدي 2024، في السيفي تاعي تاع 2016 نكتب العبيد بن مهدي 2017. طامع دائما يخرج
وصبرنا والحمد لله خرج لو 4 مارس درنا عرض شرفي وهذه فرصه انه خرج هذا لافونتور تاع البراني ولافونتور تاع سيد احمد قراب انه المشاهد دوكا صح كما راك تقول راح يشوفني في العربي بالمهيدي بالفكره تاع سيد احمد وراح يشوفوا ان شاء الله انه شخصيات مختلفين وراح يشوف الا التمثيل والممثل يؤدي اي دور بالنهايه يعني مش اي دور أي وفي رايك واش رايك في الفيلم تاع عبد الميديك شفتوه في الشاشه اخيرا انا جو سي با اوبجيكتيف كي شفت الفيلم كنت الفيلم طويل وكان بزاف مشاهد عليا درت كانت زوجة قدامي ساميه قلت لها المره الاولى اللي كرهت من روحي قالت لي الحمد لله الحمد لله اللي كرهت من روحك وصح فيلم كيما هذا ما على باليش اسكو نقدر نعاود نشوفه باسكو امون دوني جور بزاف سي اون شونس نحمد ربي ثاني كون جو رومسي باش الرئيس ما فادوني ان رول اوسي امبورطون جو رومسي توت ليكيب اللي عاونوني باش ندير هاد باسكو انا وليد ليكيب تكنيك وليد ليكيب ارتستيك التورناج ولا البلاطو تورناج سي فريمون راني في الدار نحب ليكيب تكنيك نحب الاش ام سي نحب لا لوميير نحب ليكيب ايماج نحب لي زيكترون نحب لا ديكو تما من بعد نقدروا ندقق هذا الراي اللي عندي بالنسبه للبلاطوات مي ان رول كيما عبد المهدي ما امبوسيبل تقول لا وامبوسيبل ما تخدمش ان الخوف تاع المسؤوليه والخوف تاع الدور هذا نحيتها غير بالتركيز والخدمه وزيد خدمنا في تونس شهرين بعيد على الدار بعيد على الجي والبلاطو كان ضخم سيتي دي ستوديو سيتي مسؤوليه كبيره والحمد لله بعد 8 سنين خرج وشغل مليح يطول والحمد لله طول عاودنا نرجع للبراني للموضوع تاع الواقعيه ثاني الفوفوار مع المشاهدين باللي هذا العمل يتطرق الى جوانب ما كانتش الدراما الجزائريه تتناولها بسهوله اللي هي نشوفوا رؤوس المافيا يتلاقوا يدوب اجتماعات مثل المشهد تاع المقبره مع مقتل الطيواني المبايعة الشيف الجديد لأنه بعد مدى المبايعة من الخارج المبايعة تاع أطراف المافيا في الداخل هذه مشاهد تبان لي فيها احترام لعقل المشاهد لأن المشاهد الجزائري ولا يتبع أعمال عالمية ولا يحاسب بزاف يعني كون حس بلي هذه المشاهد غير مقنعة كون قالها فنفس الشيء بالنسبة إلى العلاقة الأسرية فكل هذه الامور باش نعاودوا نولوا الموضوع تاع الواقعيه تاع الدراما انه خلاص باغي دروك نعالجوا قضيه المخدرات قضيه تبييض الاموال كل هذه القضايا نعالجوها بطريقه جديده تتناسب مع تطور العصر ادوات العصر ماشي كيما بطريقه حمله ذات منفعة عامة اللي كنا نديروها في وقت سابق يعطيك الصحه وجهه النظر تاعك صحيحه بزاف لانه بلي ريزو سوسو رانا نشوفوا واش يخمم الجمهور كما كان يقول الاحصائيات ولا لي كومونتير صح كاين بزاف الديشي والشوت على كل حال بصح كاين نقدروا نشوفوا واش يخمم ما يكتبوا الناس راهي تكتب اللي زيكري ريست صافي دير كاين باسكو انا سي تري فاسيل لي ريزو سوسو نطيحوا عليهم وفيهم بزاف سلبيات وفيهم بزاف حاجات تري دونجوروز بصح فيهم بعض الاشياء بعض الايجابيات اللي لازم واحد يتطرق لهم انه لي كومونتير لي ميساج تسمى رانا نشوفوهم ماشي لي شيفر تاع 5 مليون 6 مليون كاين بزاف برامج ماشي ملاح وعندهم 10 مليون 11 مليون مي هاد النظره كي تشوف الجمهور كي تشوف بلي برنامج راهم يتبعوا فيه 5 مليون بعد تدخل لي كومونتير تشوف بلي كان وجهه نظر تسمى الجمهور راهو يمد رايو راهو موافق ولا ماشي موافق مي انطوكا راي مبني وفكر مبني ووجهه نظر صحيحه صح هذه ما نقدروش نقولوا نعم بزاف غير لي ريزو سوسيو سي با فري الناس راهي تقيم الخدمه لي كريتيك تانيك وكاين بلاطوات كيما هادوما اللي يهضروا على 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 البرامج هادوما وكاين تسمى لافي جينيرال راهو مقيم ومسموع صح صح خالد كان في بعض قراءتك من المشهد اللي انا نشوفه فيه علاش كان انا متفق مع قاده في موضوع قراءه العمل الفني هو عمل فني بالنهايه تقدر تقرا كيما تحب ولكن عنده رمزيات الان المبايعه اين تحدث؟ تحدث في المقبره
يعني هذا الناس راهم يحضروا في الموت تاعهم، يعني حتى في بالنسبه للمؤسس البراني كاع الشخصيات اللي عندها علاقه بالمخدرات والترويج الممنوعات شخصيات سلبيه، ونهايتها ربما سيشاهدها المشاهد في الحلقه المقبله ما تكونش نهايات جميله وايجابيه وفوز، يعني هذه الشخصيات ما سي با دي سكسس ستوري، يعني ماهيش قصص فوز او نجاح اجتماعي بل انهيار اجتماعي، والناس بالتالي لا يجب ان تتسرع عندما تحكم على عمل. خطفوا 100 كان قادر يعتمد على يعني جماعته، ولكن فضل انه يروح يستنجد بالشرطه. واللقطه الاخيره انا ننظر هي انتصار لما الشرطه في الاخير يعني دخلت يعني نظن ان هذا انتصار لا لجوء سيد احمد اصلا الى الشرطه يعني هو يثق في القانون على باله بلي الشرطه هو لجوء الاب اكثر من تاجر المخدرات الاب اللي خاف على بنته اكثر من تاجر المخدرات. أغنية الجينيريك أيضا كانت مهمة، طريقة تصوير الجينيريك تحت الماء كل واحد، أنا النهار الأول كي درتوها أنا قلت لهم سيد أحمد غرق لا كلاس يا خويا كي كنت طايح تحت على عكس البعض طبعا، مع احترامنا للجميع كاين اللي غرقوا غرقوا تاع الصح وكاين اللي غرقوا كاين شخصية ما غرقتش هذا إلا لاحظت الجينيريك نشوفوها مع بعض فيصل نعاودوا الناس ما عرفنا لهنا من بعد الخيبة مشينا من كتر التقوم كي شوفونا يقولوا طالت الغيبة كي نغيب يقلبوا ليروح وطبايع هاد الناس عجيبة كيف ينشر الدعاية شرى ضريبة واحنا فرضنا النهاية وطبايع هاد الناس عجيبة كيف ينشر الدعاية فرضوا على شرى ضريبة واحنا فرضنا النهاية هذا الجينيريك تاع مسلسل براني جينيريك شباب طبعا أغنية جميلة صفقت علاه ما صفقتيش بورتو يستاهل الواحد يصفق اللي جرى انا عندك فريدة عيد قاسي تفضلي فريدة بالأسئلة تاعك alors الأسئلة تاعي je pense خالد et كاع ليكيب تاع البراني j'ai tergiversé منذ بداية شهر رمضان على المشروع que j'adore et que j'ai analysé au microscope et j'adore bravo donc حبيت نخرج شويه من هذا الموضوع وبعد الفامو كاستيونير دو بروست بكل تواضع ندير لك لو كاستيونير دو لا فاريد و لو بوين لو كاستيونير دو فريدا et le seul point commun c'est le point d'interrogation hein, t'inquiète pas donc الجزء الاول تاع الاسئله و الجزء الثاني alors لو كان جيت غني كيما سيد احمد واش من طوموبيل تسوقها؟ جو بونس نشري بابور وعاود بابور وعاود داكور ما نشريش طوموبيل لو كان جيت غني كيما هو اسكو تصدعنا مع الصباح من قبل ما تشرب ثلاثة قهاوي؟ نو
ما تسمعونيش كاع. فلاسين شفناها فلاسين وين ياسمين عماري تقول ما يفطنش حتى يشرب ثلاثه قهاوي سينو يكومونس اكريي ايتترا ايتترا. نو نو ما صدعكمش. سافا بوحده تكفي. وي. مي بلو سيريوزمون لو كيسيونير دو بروست دي لو كان جيت فيلم واش من فيلم تكون؟ بيرفكشن. بيرفكشن؟ Pulp Fiction. D'accord. Donc Tarantino est là. Même au début d'ailleurs, on en parle et bravo. Lukanjit Ornia. Ornia, je suis voilà. Où je trouve. Billie Jean, Michael Jackson. Bien. À part Ben Mehdi, si tu avais été un héros des temps modernes, des temps passés, ou même un comics, où je trouve. À part Ben Mehdi. On cite pas Ben Mehdi. Soit Khayali Comics, soit Fel Madi, soit Fel Hader. Battle. Je vais répondre à une question très banale. Jeddi Allah Yarhamou. Elle est loin d'être banale. Et là, j'ai envie d'applaudir. Je veux dire banalement. Battle Hakiki. Voilà, c'est ça. Bah, bravo. C'est tout. Parce que Aziz Ali Bzef, ou parce que la question, pour nous dire comment tu as l'arabe Ben Mehdi, qui t'a arrivé à l'Qada, je lui ai dit, on a l'arabe Ben Mehdi. Il lui a dit, l'arabe Ben Mehdi, je suis allé à l'arabe. Et cette remarque, elle a dit, incroyable. Peut-être que tu as joué à l'adouard, tu as joué. L'arabe Ben Mehdi, je ne l'ai pas joué, mais en tout cas, je ne l'ai pas joué. Tu as respecté la mémoire ou... Non, si je respecte la mémoire, c'est sûr. Non, mais je veux dire, la... Mais ma kanch, psychologiquement, ma kanch l'a'ba. Kent wisaya. Ma kanch, kent tarkiz, ma kanch l'a'ba. D'ailleurs, بعد l'arabe Ben Mehdi, بعد l'aventure de l'arabe Ben Mehdi, il est عامين, سنتين, il est malé بديت télévision. Mort l'arabe Ben Mehdi, كانوا بزاف ناس دوزون وانت في مشروع واحد مع مخرج واحد مع شخصيه واحده الناس قريب نساوني في المهنه. سي كوا لو رابور دو كوزا ايفي ستادير علاش العربي بن مهيدي من العربي بن مهيدي جس للتلفزيون يا فين رابور؟ سي اكزاكتومون شكون تنقول. سا فيدير دون سونس دوزون. ماتاوي ما كونتامين. نو تسمى دوزون دو كونسونتراسيون انتونس وين ما ما لعبتش سيتي با لو مو لعب ما كانش لعب سيتي تركيز كل كلمه في بقيمتها يافي ان انجو طول طون شاك سين يافي ان تونسيون انورم كو سوا ارتستيك او بوليتيك هيستوريك دونك خدمت في جو تاع ان انجو سيتي تري 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 دونس تري انتونس متخوف من ذاك مقلق من ذاك اي دو زون وفواياجينا بزاف شهرين في تونس ومن بعد شهر في بلاد القبائل ومن بعد ولينا لالجي ومن بعد حبسنا ست شهور في وسط التورناج تما بعد كي كملت هاد لافونتور شفت بلي مام في المهنه نساوني شويه تما خالد بن عيسار ومع باشد الرئيس في العبد بن هيدي جافي دو كوبان اللي هما تقنيين فواد تريفي اللي نشكرو وخالد كويدرات قالوا لي خالد اوني دون ان فيتون مانيفيك مسلسل سي نوفيل ايكيب سون تري امبيسيو جاب لي ربي وقتك باش دير الفيتون في رمضان انا الخوا جيت شفت المخرج تونسي مديح بالعيد المنتج عماد لا بروميير ويلكوم لا بروميير فوا اللي يحب يدير انتاج تاع مسلسلات دونك يافي بوكو دو بروميير فوا وزادوا حسن كشاش اللي لا بروميير فوا يدير مسلسل دونك جاب لي ربي كيكونوا بزاف هكذا بروميير فوا تسمى كاع الناس معوله قلت وعلاش لا دوكا درت الوهراني العبيد المهيدي روبونتي تاع مرزاق علواش جاب لي ربي سي ان مومون وين واحد يبدا المسلسل تاع التلفزيون سي تي مومون جامي اي باش تعرفي بلي كاع واش درت في التلفزيون لحد الساعه سي تي ابخي العبيد المهيدي وخرج لو 4 مارس بعدهم كاع خرج واليوم كي باباك ظهر في المسلسل تاع البراني دوكا هضرت على علاقتك مع الجد كيفاه كانت رده يعني الفعل تاعك ولا الشعور نتاعك وانت على بالك بلي الوالد تاعك راح يكون ضمن طاقم التمثيل هي جات هي جات بواحد الصدفه واحد التلقائيه باش كان معايا ديجا في العربي بن مهيدي نلعب الوالد في العربي بن مهيدي
وجا هاد الخراف في البراني جاي يشوفني ومزاحم وحرقوس صفيان حرقوس المساعد الاول اللي نجوز له التحيه ونشكره بزاف على الخدمه تاعو. تمتم شافونا نحكي ونقصروا وكانت هكا هذا هو المشهد. هذا هو المشهد. تمتم جاتهم الفكره تاع البيرسوناج مزاحم قال لي كيستون بونس اي تو. قلت له والله سي بون ايدي برك عارف باللي يسافر بزاف دونك شوفوا في لا بروغراماسيون حنا رانا بروغراماسيون كومبليكي دونك شوف كي نو نو تو فا بيان لي بي سا 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 اون سي اميوزي سيتي فريمون سيتي با بلوس في العربي بالمهدي سيتي يافي بوكو ديموسيون باسكو سيتي لا بروميير فوا باسكو يلعب بابا من هنايا يلعب ما نقدرش نقول لكم يلعب ان بو عدول يلعب غول و هو اللي يومبان كي كانوا يهضروا مع عمر قال له دوك يخرج من الحبس ويصفي حسابه معنا فوالا دونك اون ان بو فاس ا فاس بون بور ليستوار بور سان بون سوفينير سان بون سوفينير. طيب هو خالد بن عيسى سمعت قبيله تهضر على رجال الظل والاجواء التقنيه وتقول بزاف اسماوات على عكس بعض الفنانين يعني انت حريص باش تذكر مصورين التكنيسيان الفريق العمل حتى شفناكم درتوا صوره جماعيه مع انتهاء التصوير. عندنا الصوره الجماعيه تاع فريق البراني فيها برس قالي كيب تاعكي كملتوا هذه هي الصوره بالعلم تاع فلسطين ونظن هذه لا تحتاج الى تعليق انه تحيه من فريق البراني بما انه رانا نعيش اباده جماعيه في غزه منذ خمسه ولا سته اشهر. ونربط قضية الأجواء التقنية وأجواء الظل بالضوء يعني أجواء الضوء بالجملة اللي قالها عمر السيد أحمد قال له فهمنا بعد ما دار انترفيو مع صحفية قال له تفهمنا باللي ما كاش الضوء قال له الضوء هو اللي جا عندنا. في حالة خالد بن عيسى سي علاقة الظل والضوء وهل يعني اعترافك بالأجواء التقنية هو جزء من الحنين ولا جزء من العلاقة العائلية اللي بغي تكرسها في كل لقاءاتك انه العمل اذا ما كانش فيه جو عائلي عمره ما ينجح عمره ما ينجح. انا من مناره اللي بالقاسم حجاج للفيلم تماك اللي عرفت باللي الفريق ليكيب تورناج ما كاش اهم من هاد العائله. هو كي يخلص تورناج لوندوما واحد ما عيط الاخر هذه معروفه مي بوندون هذوك لي 3 موا ولا لي 4 موا تورناج لازم تكون علاقه راني نقول لك اكثر من عائليه. تبدا من الشوفور اللي يجي يديك تخرج انت من الدار كوباب تكون مقلق كوباب تكون عيان تركب مع الشوفور. انا دي جورني اون ايتي سوفي باغ دي شوفور وصلوني نركب يضحكني قصره قهوه. هذيك الطريق هذيك مهمه جدا تراك تريبيتي في التكست راك مع روحك هو ويعطيك طاقه والجمهور الاول هو الفريق باسكو التقني اللي بايزون في الاش ام سي ومن بعد من شوفور تلحق الاش ام سي اللي ماكيك تمسلك وجهك تمسلك وجهك ايماجين تدلك هذيك هكا جور يا ان جينيروزيتي يا ان كونفيونس. الاش ام سي الكوستيم اوسي يلبس الكوستيم يعطيك ملاحظات انكونسيونت خالد الله هذا الكوستيم خرج عليك راني نشوفك هكذا هذيك خطره كي لعبت الكوستيم جيناك وقينا نبدلوا الكوستيم ما تقدرش تصور الاهميه تاع هاد لي ديتاي. حكينا على السيكاتريس. واش ما السيكاتريس تاع الظهر تاع الظهر كي قاعده هكذا 20 مينوت الا ما عندك ثقه مع لا ماكيوز ومع الفريق بيان سور سام ناي تهضر على حكايه ما وراء كاين بوكو دو سيكاتريس في البراني نتايا تهضري في لافيكسيون في الحكايه ولا باسكو هنا كنا نهضروا على الفريق المكياج. لا المكياج على النوع المكياج بيان سور تاع لا ماكيوز اللي دير لا سيكاتريس اكزاكتومون اللي يشوفها يقول تاع الصح عندها 20 سنه وهي فيك دونك هذا سي ان سافوار فير 20 دقيقه لا ماكيوز على 20 ans سي سون بروميير بروجي سي انا بيكا الا في ان بو ترافاي لا 20 سنه في عمرها في عمرها صغيره البارح كان نحكي معها قلت لها سي كال فورماسيون قالت لي خالد والله مازال ما درتش فورماسيون ان توكا بروبر تاع السينما سي ان ترافاي انورم هذه تبعتيها اون فورماسيون لا سيكاتيس تاع ابي تاع مصطفى وتاع مصطفى اي لو راكور تاع مصطفى كل يوم اكزاكتومون كي نو شونج با كي نو شونج با هذه تبعتيها فورماسيون تاع عام ولا عامين ان تانك ماكيوز طير تنجح بالاكسبيريونس هذه وبالصغر تاعها بالشباب تاعها 20 تان سي مانيفيك ديريكتور فوتو اللي هو تري بروش دو مزاحم نبيل الاحمر
دار خدمه سي دي بلون فريمون سينما لا بولا لا تيليفزيون فريمون عطاولها فريمون الحب تاع 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 السينما قيمه كبيره بالاضاءه ولي كوميدي وحنايا بيناتنا كنا نهبلوهم شويه تما ماشي قعد هنا وقعد هنا كنا نزغدو باسكو اونيتي اليز ما بيناتنا كيما هذيك الحلقه ندور على الطابله نزغد انا تعطيني ريبيتيسيون نبدا نزغد دونك لو بوين ليكيب ايماج سي تري جون تاع لو بوين سي تري امبورطون Et qui nous chauffe au chemin qui m'a dit, il y a beaucoup d'extérieur. L'extérieur, j'ai la régie, j'ai les assistants. Avec une préparation pas très complète. L'éclairage. Il y a bien un tournage début décembre. La préparation, il y a octobre, novembre. Ou la pression, tu as deadline. حاجة الوحيدة اللي تجي في الوقت في الجزائر هو رمضان كل شيء تبدل كل شيء ثاني ولا بصح رمضان يجي في وقته ليلة شك برك بصح يجي في وقته Donc c'est une pression. Amina, tfadli. En parlant à les techniciens, où est-ce que c'est le plus difficile de tourner dans le tournage? Il y a beaucoup. Par exemple, Hadith, tu as drabé qu'on a fait Bouchaoui, où les gens Bouchaoui, ils étaient très patients. C'était des figurants. Il y avait beaucoup de figurants, où les Bouchaoui, où il y a beaucoup de gens qui maîtrisent l'art martial. هذا كان يندلو هكذا انا ندلو غير هكذا ويطرف السماء انا مانيش وكيف كانت تدريبات في الصراعات لا ما كانش عندنا بزاف وقت التدريب مزاحم الفريق تاعو جابوا دي فريمون دي جون كي ميتريز كاراتيه ميتريز لار مارسيال يقول لي خالد دير لي هكذا وما تكرشش راسك تسمى ندلو هكذا ويطير انا نحسو روحي الفور بيان سور على حميد عاشوري وجلطي فالدار ما شفتوش؟ لا ما شفتوش؟ وكاين مشهد واحد اخر اللي صورنا تحت الماء مع لا بلونجي. داكور. هذيك سي ان سوفينير اكسترودينير محمود العقول تسيب روحك تحت الماء اسكي بيان تحت الماء ما كاينش سيلونس. مع الكلوب دي كابالم اللي بلونجي عندهم كيما الناس على بالها. ويمارس الغوص. غوص والفروسيه تاني. الفروسيه. بعد نحكوا عليهم. الفروسيه عندنا حتى الصور تاع الفروسيه تاع. ثم سبت روحي تحت الماء. انا وحمودي اسماعيل قاعدين نحوسوا على البلان هذه راك بطل هنايا هنا كوبا الاولى تاعي في عنبه مع جمال مزيان اللي هو هذه واش من عام خالد قبل كورونا عبك قبل كورونا راح 2018 والعود اسمه اولاز عودي نحبه بزاف هو ثاني كوميديان كان يلعب الدور في امير القادر وفي كاع المسلسلات نشوفوا الشخصيه هذا احمد ازروق صديقي وعاوني بزاف علمني بزاف ماشي انا مي غيخو لي كليانا اون ديغي توا سي احمد ازروق كي في بارتي دو لا فيديراسيون ايكستر اي سي ان غران كافالي ان غران كوتش وعلمني بزاف و فوالا شنك شخصيه فارس ايضا شنو واحد المشاهد هكا فوق العود في هذا في المسلسل تاع البراني مع بنتك ما ركبتش باسكو يفالي هي تهبط من العود وكلي بداو يحوسوا لي باش يسرقوا عليها هذيك في الخاوه في بالي اللي في الخاوه في الخاوه 2 انا وياسمين عماري درنا زعما لي صح بالعواد وركبت في العواد في بليده خالد تحدث بزاف منذ البدايه عن موضوع الثقه لا كونفيونس بين التقنيين الممثل بين الممثلين مع المخرج هل تعتقد ان الثقه هي من مقومات النجاح في العمل الفني في العمل الفني بصفه عامه وهذه علمتها لي المرحومه سونيا الله يرحمها اللي الناس المسرح يعلموا لك باللي لا تروب ناس ما تقدرش تعيش مع ثلاث شهور اربع شهور تلبس قدامهم تهدر قدامهم تبكي قدامهم تغلط قدامهم والغلطه تاع الممثل الغلطه جور تقدر تحكي عليه تقدر تحب تقول كلمه تغلط في كلمه فيها يا بوكو ديكسبوزيسيون سي ان ميتي اوسي فراجيل سي بور سا من داك تيب دي كوميديان يكرزوا ولا يتنرفزوا باش يدافعوا على روحهم على كل حاجه كاراباس ليكيب تكنيك الكوني سا باركور لو تكنيسيان الكاميرامان اللي هو قدامك يسمع فيك تتنفس هو راه بحوايجه راه بالتليفون تاعو راه بحياته وانت راك في هذيك الشخصيه خايف ما تطفيش لا لا هذيك حاجه واحده اخرى كاين بون هذيك ترى لي انجينيور دو سون كي اون لو ريسبي دو ميتي يعرفوا يطفوا يعرفوا ما يسمعوش هذيك اللي يسمعوا هذيك حاجه واحده اخرى ماناش انا خرجنا من الفن هذا انا في تقرعيز هاي ليفل لا مي لا كونفيونس سي لو سكري Que ce soit entre comédiens, les comédiens avec les techniciens avec la production, le réalisateur avec son équipe,
لا سي با دو كونفيونس يبدا تبدا النميمه تبدا لي موفيز زوند. وانا بار اكسبيريونس صغيره اللي عندي دائما نقول ان البلاطو لو تورناج يشبه المخرج يشبه المخرج البلاطو تورناج هذا كان يشبه المزاحم شخصيه المخرج ولا البلاطو تاع اليا سالم يشبه اليا سالم البلاطو تاع مرزق علواش يشبه المرزق علواش لو لو لا بيرسوناليتي دو رياليزاتور تقدر تفيق لها وتعرفها في البلاطو في الامبيونس اللي كاين. طيب نخلوا شويه خالد يرتاح شويه نروحوا نهضروا على بعض الاعمال سريعا سريعا في واش شفنا اليوم. نبدا معك نبيل رزيق واش خيرتي واش انا خيرت مشهدين مع باش خير المشهد الاول واحد فيهم تاع البراني البراني نبقاو في البراني دائما نبقاو في البراني شوفوا هذا المشهد تاع مصطفى العريبي نشوفوا المشهد مع بعض ونعاودوا نرجعوا اي واش واش راك حاب؟ راك حاب تموت؟ هاي روح راني هنا زاك تخبى مور السلاح اقتلهم ديريكت وخلاص نسيت واش داروا فيك مانيش حاب نقتلهم هكداك ما يحسوش واش حسيت نحب نعذبهم واحد بواحد تعرف تلقى سبايب هضر معاه كي تحصل تعيط لك ليك ماشي راجلها مازالها تحبك الغلطة تاعك انت اللي سمحت فيها وخليتها له مازلت تحبها كنت نحبها خليتها له باش تعاوني تعجبني كي تلقى سبايب باش تبان بلي تتحكم بصح هو اللي بان انت والو انت في ظلو قدام الناس هو في الضو وانت في الظل هو ذلك هو وفاميلتو وعنده مالي انا هيتي ماشي كيف كيف كان لازم عليا نبقى مورا هو اللي وقف معايا كي كنت وحدي مسكين شحال تكذب على روحك تعرف تكذب على روحك تعرف ولي 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 شوف حالتي ها ما عندي والو خالص عليا بصح الراس مرفوع ما على بالي حتى واحد دراهم يشبحوا من برا بصح من الداخل يفسدوا يخمجوا مصطفى العريبي تقام الشخصيتين غير صح مشهد عالمي هذا نبيلة انا اللي شفته في هذا المشهد هذا ديجا سان كاسمون دي كليشي تاع الممثل اللي يتكلم مع نفسه ولا اللي حاسب نفسه احنا دائما عندنا في العاده في الدراما تاعنا يا شادد قارو يا شادد قهوه يا راهو راقد في الفرش يهضر مع نفسه المشهد هذا اللي شفناه اليوم انا اعتبره ماشي درامي سينمائي من الدرجه الاولى ديجا لو شونجمون دي بلان بين لي بلان لارج ولي بلان سيري ومواجهة المرآة يعني كلها ريفيرونس للمحاسبة اللي طاغية على مصطفى أنا نحب نقول مصطفى العريبي لأنه يلعب في دورين في لقطة واحدة يواجه في نفسه يواجه في ماضيه ويواجه في حقيقة خوه وفي حقيقته هو بمواجهته للمرآة يعني نظن هذا المشهد هذا أنا من أحسن المشاهد في مسلسل وخلال هذه الحلقة هذه كانوا بزاف مشاهد قوية وزيد لو كلان دوي بور لو سينما أنا كو كو
يعني هذيك هو راهو في مخبر تاع الصوره وفي نفس الوقت كاين اله التصوير يعني اله سينمائيه. نظن انه المخرج اكيد داير ان كلان دوي باوي تولكينغ تو مي تاع سكارفيس سي تاكسي درايفر باردون كان سيدي فاس او ميروار يقولوا يو توكينغ تو مي كاين في هذا وكاين ثاني في لا ان في الافلام الفرنسيه وين يا اون دواليتي فاس او ميروار لا ريفيرونس الي جوست بصح في لا بصح هنايا سي لو بيان اي لو مال لو بيان non هنايا يا اون بريزونطاسيون دو بيرسوناج في توكتومي ولا سي لا ميم سين لا ان ايزون غوفي لا ميم سين البيرسوناج يدير لقطه برك مي هنايا سكي مانيفيك سي دابور مصطفى العربي الي اورو انا نشوف كوميديان تسمى كي عطاو له لا سين هذه فرح بها اي ان كوميديان اورو نو بو با اتر موفي الي اورو دو جو الي اكستراوردينير في هذه لا سين انا كنت نعيط له شفتها البارح حبيت نعيط له نقول له يا العزيز يا العزيز قول لي شحال فرحت كي لعبت هذه سي كوم ان جوور دو فوت كي تشوفو يدير هذيك لا كوت سيزول مي لا سكيتي encore plus intelligent pour c'est qu'il raconte l'histoire terre c'est qu'on comprend pas si c'est un monologue ou un dialogue avec lui non c'est pas un monologue là c'est pas un monologue c'est-à-dire que راهو وحده là il y a deux personnages Khaled deux personnages يعني دقيقه برك الجميل في هذا المسلسل انه كاع لي كيستيون اللي يكونوا في راس المشاهد يجاوب عليهم بواحد الطريقه سينمائيه يعني بدون سذاجه ولا بدون ما انه يستصغر المشاهد يعني حتى في طريقه انه يجاوب على الاسئله الغامضه بمستوى سينمائي انا عندي ماشي تلفازي عالي يعني حتى اختيار الالوان لان العمر الاول في الاحمر والعمر الثاني في الابيض والازرق يعني هذا التضاد بين اللونين عنده كذلك معنى سينما. روح المشهد تاعك اللي خيرته اليوم فيصل انت من اي مسلسل خيرت؟ 11 تاع اسامه قبي شوفوا مع بعض المشهد. خيرت البطحه؟ البطحه عفوا اوكي البطحه معليش هو على بالك الوقت سحور وكاع شوفوا البطحه مع بعض. عم يبرو شريف لي واحد 100,000 عندي شغل انا وربيعه وهذا سهل تعرف. صح اوكي نهجه مش نورمال انت واش من العم دي الدرام بلا ما تعصص غير الخير انا غير خير مكان والو اجمع واحد في الحمادي ما يعرف كيما انا ماكش مليح عمي برنو اهضر واش كاين مكان والو ما تقلقش روحك كان والو الحمد لله الا كش واحد دنا لي دالك عفسه اهضر راني هنا قول برك انا ماشي بغيت نقول لك مين تعرف تكفيك يا الناس هذه هي السبب باش نحلوا البطحة على بالك رادار وجدوا ولاد الحومة وقال لهم اليوم زدوا البطحة فهمت وتروح للدار راح يا ولاد الحومة مشهد من سلسلة البطحة تفضل فيصل اختيار اللقطة مرتبط بالممثل الممثل الشاب اللي شفناه فؤاد اللي لعب دور فؤاد هو ممثل اسمه أمين علالي هذا من خريجي مدرسة كبيرة للمسرح في الجزائر مدرسة مسرح حي الموجة مسرح الموجة بمستغانم وهذا هذه الجمعية قادة مع جمعية أخرى في مستغانم لأن مستغانم هي من المدن اللي تولد لنا بزاف ممثلين يعني
لهم يتألقوا الآن في السينما وخالد والدراما على باله، لأن عمي جلال أبو جمعة هو من المكونين الكبار، وأنا شخصيا حضرت عدة تدريبات عندهم في الموجة وحتى مسرحيات، وكيف هذا الشباب الجيل الشباب راه يتكون وراه بدا يطعم الدراما الجزائرية، وسيطعم إن شاء الله الكوميديا، وسيطعم السينما وحتى الأشكال الفنية الأخرى. يعني تحية لهذا المسرح مدرسة. ولهذه المدرسة الكبيرة، أنا موجة موجودة منذ أكثر من 30-40 سنة، مدرسة ولد عبد الرحمن كاكي كذلك، وشاهدتهم في المدة الأخيرة شباب تاع جمعية الموجة، أعتقد أمين علي اللي كان معاهم، طلعوا مسرحية اللي ولد عبد الرحمن كاكي هو من كبار كتاب المسرح، وبالتالي فأعتقد أن يجب أن نثق في هذه الشباب ونثق في هذه الجمعيات. صح. موجودة في أدرار، موجودة في سكيكدا موجودة، وتحية بين قوسين إلى إعادة افتتاح المسرح الجهوي لسكيكدا، أعتقد يحمل اسم سونيا. نعم. وهذا تكريم كبير للسيدة سونيا، نعم شخصيا رافقت السيدة سونيا بسرعة عندما كانت مديرة في المسرح الجهوي لسكيكدا ثم في عنابة، وكانت ناظرت بكثرة باش عاود ولي هذا المسرح، وبالتالي فشباب هناك جيل، أعتقد هناك جيل صاعد في هذا المجال. فريدة. Alors au-delà de l'aspect technique, يعني performance, encore une fois, في الكتابة كاين لمحة تاريخية مرسخة في تاريخ الشفيتو لا ريفولت الشعبية والشكاوات على الحقرة تاع طوابل إلى آخره، في الكتابة مرة أخرى لفريق البطحة 10/10 في لي ريفيرونس يطرقوا المشاكل بلا ما يبلبلوا عليها، سيتادير كو كي تشوفها توت سويت سا فيان على ليسبري اي برافو. صح صح. فقط بما انه فيصل تاني حكى على المسرح، نحيو اصحاب المسرح وصلنا على المسرح في اليوم تاعهم 27 مارس. اكيد صح، شفت انا تفكرت صح صح. تحيه كبيره للناس المسرح اللي يمتعون على الخشبه في كل المسارح في الجزائر وخارج الجزائر. خالد بن عيسى، شخصيه كما سيد احمد احيانا الممثل يخرج من الدور يخلع ثوب الدور وخلاص، واحيانا يقول ما شبعتش من سيد احمد، بالك يكون كاين استمراريه للدور، انا مانيش عارف الاحداث كيف غادي تخلص تاع البراني. صح بصح هل هنالك استمراريه في البراني، استثمار في نجاح البراني لموسم جديد؟ انا جام بيان الدوزيام، لي دوزيام سيزون درتهم في الخاوه، درتها في الخاوه، درتها في تيموشا، نحب نريح من الشخصيه ونعاود نتقمصها في بعد 8 شهور ولا بعد عام. انا جو بونس كو مليحه مليح، ميم من دا كان دي زيكسبيريونس كيما في الخاوه جاب لي ربي الخاوه 2 كان ماشي اوسي بويسون كو الخاوه 1 كان اوكي بصح بطحة 2 او انكور بلو بويسون كو البطحة 1 وتيموشا تانيك صبنا بيا تيموشا 2 3 لا زوج برك 2 كان عندهم قوة اكثر، دونك سا ديبون لي زيكسبيريونس. انا نحب جم انا مادا بيا انا عن فاصون راح اني نشجع في فريق الانتاج وفي في مزاحم مي وان شاء الله انه كل المدعمين هذا المشروع هذا الخطرة عرفنا باللي درنا واش درنا في لي كونديسيون اللي كانوا عندنا. لا بريباراسيون نقولها لكم اللي تي با امبورطونت ان توكا اللي تي با اوسي امبورطونت كي لو فالي كون نطرقوا للبراني 2 ان شاء الله على البكري. فرانشمون ان شاء الله على البكري، والبكري هو تروازيام جور تاع العيد ماشي في سبتمبر ماشي في جوان ماشي في جوي ماشي نو لازم دركا عسخون. السلام عليكم. لي ستاتستيك كتابة سيناريو لا نشارك كتابة سيناريو كممثل في مساحة صداقة مع المشروع وصداقة مع مزاحم. نشارك ماشي كسيناريست، نشارك شخصية بطل على وزن الثقة. ويحكي يا مزاحم عنده نية في ذهب الحوايج الثاني، ما نقدرش نهضر في بلاصتو اون توكا ما تحدثتوش عليها. هو على اساس دار تيموشا 2 وكان حاب يدير تيموشا 3 مالوروزمون ما كتبتش، دونك على بالي باللي هو يحب يعاود باسكو علاه تقعد هكذا كي تشوف هكذا تقول
كنا قادرين نديروا هكا، كنا قادرين نديروا هكذا، كنا قادرين نديروا هكذا، هادو كاع كنا قادرين نديروهم، نديروهم في 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 البراني اثنين. انا نشجعهم بصح ماذا بيا نشجعهم كيما كنت نشجعهم في فوق الخاوه وفوق تيموشات. تما يا جماعه تروازيام جور تاع العيد اكدونا على اجتماعات في النيابه باش الفرحه هذه والانتوزيازم هذا نكملوها نبداوها. صح غير فقط عفوا الاعمال المصريه، عندكم كامل الوقت. الاعمال المصريه دائما تبدا في الاسبوع الاول تاع العيد الصغير درك ما صرا عندهم انتاج على مدار السنه. لا لا اللي تعرض في رمضان يصوروها في الاسبوع اللي يجي مور العيد الصغير، يخلص رمضان الاسبوع يبداو يصوروا العام الجاي. نبيله انا سؤالي شويه بدات راح نخرج عن الموضوع. شفناك درت بغباس دور و اونتروتو يعني في فيلم سينمائي، وقتاش نشوفوا خالد وراء الكاميرا ويعاود يرجع للإخراج؟ لأن شفناك مدة طويلة درت سكتو وسكت ورحت للتمثيل، وقتها تعاود ترجع لنا كمخرج؟ لا ما سكتش، لا لا ما سكت إخراجيا ماشي إخراجيا. خرجت بزاف إشهارات وبعض أفلام وثائقية وبعض وكثير من الأفلام انستيتيوشنال، والإكزرسيس سي لو ميم. انت ياك تهضري على الفيلم طويل فيلم طويل اللي كانوا مكتوبين مخبيين مسطورين واني نسنى وقتهم. كل حاجه في وقتها. الافلام طويله، الفيلم تاعي الاول طويل ان شاء الله. ماذا بيا نخدموا، خدمت بزاف حاجات بالشباب بالطاقه تاع الشباب. كل اللي كل ميتراج سكتو وفي سكتو صارت فيها علاقه مع المخرجين كلي تزعزعت، كلي ولاو ما يعيطوليش، كلي صارت واحد العامين هكذا في ما يعجبهمش الحال. ماشي بعد لا ماشي بعد شو تروح تشوف ديك هذو كنا نهضروا ايجابيا ما عجبهمش الحال تسمى مع من الضرب. لا 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 هكا كل يوم خرج من الصندوق يعني خرج من الصندوق وقعت فيها هذيك تاع معنا معاهم وبون وليت داير وليت مع مرزاق علواش في الروبونتي. الروبونتي اللي عاود رجعني في التمثيل بالضوء تاع التمثيل باسكو رحنا به الكان ومرزاق دور تاع مرزاق علواش ما يتخباش. وكملت حبيت نركز باسكو مع الاول مثلت اخراج كتابه وانتاج. كانت عندي شركه انتاج في 2008 اللي درت بها سكتو واحد تبعثر شويه ما لا لخصتها في الاخراج والتمثيل ودوكا لخصتها ثاني الا في التمثيل. وعلاش لا عن قريب ان شاء الله. هذا واش عندك قريبا راح يطلع لك تحدث على نبيله بغباس دور دو حسن قرار. اعتقد راح يبث في نتفليكس فيلم جديد. لا نتفليكس داخلين في الانتاج، هما في اخر تعرف بلي فيلم كي يخرج يدير عام ولا عامين تاع مهرجانات ومن بعد كاين شكون ابيلو بري اشا اللي بري اشا بار نتفليكس. واش الدوري اللي لعبت فيه؟ لعبت نبيع الباسبورات والكوارت في بارباس مع فيونسو مع عادله بن دمراد مع عده ممثلين فرنسيين وجزائريين. وكانت اكسبيريونس مهمه جدا، ان بهاد الاكسبيريونس قدرت يكون عندي اجون في فرنسا. عنده فيلم اخر ثاني خالد اسمه لي تومبيت تاع دانيال غيمون. صورناه في مارس. هما هاد الافلام سينمائيه اللي يستناو جواب كان مهرجان كان. اذا راحوا لكان تكون عندهم طريق، الا ما راحوش لكان بعيد شرا علينا يروحوا في طريق واحد اخر. ان شاء الله العربي بن مهيدي في مهرجان عنابه 25 افريل وعنابه نزدت فيها. دونك انا من مواليد عنابه دونك عزيزه بزاف، عشت من صفر الى ست سنين. العنابه كما كتبتها هي المره الاولى رحت قاعه السينما باش نشوف فيلم بروسلي في عنابه. المره الاولى اللي عمت في عنابه، المره الاولى اللي مشيت في عنابه، المره الاولى اللي جريت اللي درت الفيلو اللي شفت الثلج في صرايدي. عنابه عزيزه عليا بزاف، عرفتها في صغري ومن بعد عرفتها في كوبري مع 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 سونيا الله يرحمها. كانت مديره مسرح الجهوي اللي عنابه، وعندي اصحابي بزاف عزاز عليا في عنابه، واني فرحان بزاف كي نولي المدينه كبطل.
اترافير العربي بن مهدي. لو 25 افريل بوندون الفيستيفال تاعنا ان شاء الله عندنا بالسينما. وعلى هذه الفرحه سمحوا لي باش نشكر اليوم ماشي احسن ممثل كما قال لكم، اسعد ممثل، اسعد ممثل اللي جانا من اسعد مسلسل اللي هو اسعد فريق تقني، اسعد فريق تقني خالد بن عيسى، اسعد حصه في اسعد حصه صح مع اسعد جمهور. يعطيك الصحه خالد بن عيسى اللي كنت معنا هذا المساء، فعلا استضفناك اليوم استمتعنا استفدنا، انا استفدت شخصيا بزاف منك اليوم. كلامك يدل على ماشي شخصيه الفنان اللي نحبوه على الشاشه، وانما الشخص المثقف ايضا اللي يعرف واش راهو يدير. يعطيك الصحه خالد بن عيسى، شكرا جزيلا، وراني متاكد باللي الجمهور ايضا استفاد كما استفدتوا معايا زملائي. فيصل ميطاوي شكرا، شكرا. امينه وسام يعطيك الصحه، نبيله وفريده يتقسي وجمال نادير شكرا. شكرا لكم، نلتقي ان شاء الله في الغد، تصبحوا بخير، صحه سحوركم، صحه سحوركم. ايوه.